رأي المستأجر ويستطيع دفع الإيجار لكن يستأخر الإيجار دخله الشهري، هل له أخذ قرض ربوي لشراء البيت؟ لا، يذهب إن كان محدثي من أمريكا يذهب إلى شركة من شركات التمويل الشرعية جايدنس يو اي اف ديفون بنك، وعلى الطريق ربما لا ربا في شغل معهم الآن. يعني في بديل إسلامي ينبغي أن تلجأ إليه قبل أن تطرق أبواب الحرام بارك الله فيه، لأن الربا لا يرخص فيه إلا تحت وطأة الضرورة، والضرورة معناها ما فيش بديل، إذا في بديل يبقى ما في ضرورة. فالحمد لله في الولايات المتحدة عندنا شركات بتؤدي عملها بنجاح معقول، جايدنس يو اي اف ديفون بنك وأمين هاوسينج، ونقول وعلى الطريق لا ربا، وأسأل الله التوفيق للجميع بإذن الله تعالى. المؤسسة الإسلامية في أمريكا لشراء البيوت تكلف كثير جدا، خاصة تحتاج لدخل قوي، فهل لي تركها واشتراء من البنك التقليدي؟ لا يصار إلى البنك التقليدي إلا تحت وطأة الضرورة الملجأة، وارجع إلى المفتي المخالط لك القريب منك، قص عليه القصص ليقدر لك ضرورتك وحاجتك، لحاجة كيس باي كيس، حالة حالة. لكن القاعدة إذا وجد بديل شرعي لا ينبغي أن نترك الطيبة إلى الخبيث، والرخصة تحتاج إن فعلا تكون تقطعت الأسباب كلها وغلقت الأبواب كلها. دوري هنا إن أضع قاعدة عامة تطبيقها هو دورك، واستعن بالمفتي المحلي القريب منك المخالط لك بارك الله فيك.